ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله تامن يوم من تحدي نزول 10 كيلو. معلش ان انا ما ظهرتش بوشي النهارده عشان مرهقه جدا جدا بسبب عمار، انا اسفه. فالنهارده هنبدا بقى يومنا، نشوف هنعمل ايه مع بعض، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه وهناكل ايه النهارده ان شاء الله. انا خدت قبل الفطار كوبايه نسكافيه، باخدها قبل الفطار على طول، بشرب كوبايتين ميه. الازازه اهي انا بشرب منها كوبايتين، يعني هي 750 مللي الازازه دي، تمام. وخدت كوبايه النسكافيه بتاعتي طبعا بلبن جوز هند زي ما انتوا عارفين عشان عمار حسيت الالبان ده. بس كده، وهنشوف بقى هنفطر ايه مع بعض. وما تنسوش الميه يا بنات، وما تيأسوش. وبصوا يعني بجد مش عايزه اشوف الكومنتات اللي بفضل اشوفها، اللي هو انا بحب الاكل، انا مش عارفه ابطل اكل. يعني انتي ولا الاكل؟ يعني جسمك ولا الاكل؟ اكيد يعني طبعا كل الحاجات، الجسم، اللبس، ايه تاني يا ربي، يعني في حاجات كتير قوي لازم لازم تمسكي نفسك عن الاكل عشانها بجد يا بنات. يعني مش احنا مش عايشين بس عشان ناكل بس، يعني فحرام علينا ان احنا نضيع عمرنا ونتعب ويجيلنا امراض وضغط وسكر وليه. يعني ما هو الاكل برضو الصحي حلو، وبتاكلي كل حاجه، بروتين ونشويات وخضار، وبتاكلي كل حاجه وفاكهه، تمام كده. فبجد بالله عليك عشان انا بشوف كومنتات بتضايق وبزعل، والله انا بزعل على اللي بتكتب كده ان ليه مش قادره تمسكي نفسك عن الاكل. لا، حاولي انت تمسكي نفسك عن الاكل شويه، الاكل مش هيخلص، الاكل موجود، وزي ما قلت لكم الاكل الصحي حلو، بس احنا نعمله بطريقه حلوه وبطريقه صح. بس كده، ونشوف بقى نشوف مع بعض هنفطر ايه. صباح الخير يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله تامن يوم من تحدي نزول 10 كيلو باذن الله. ده فطاري عباره عن شوفان وقطع عليه موزه بلبن جوز هند. عايزه اقول لكم ان الوجبه دي بتشبعني جدا وبحبها جدا. في بنات قالوا لي ان احنا ممكن نطحن الشوفان، ممكن تطحنيه وبعد كده تحطيه في اللبن عادي، بس عايزه اقول لكم ان الحب كده بيبقى طعمه احلى، بس طبعا دي اذواق يعني، فطبعا ده اللي يريحك. والكميه اللي هناخدوها لو مطحون هيبقى 4 معالق وعلى النار، لان المطحون هيعمل كميه اكتر من الصحيح ده. لو الصحيح هيبقى 3 معالق، تمام كده. حابه تزودي معلقه كمان مفيش مشكله، يعني هو الشوفان مفيد مش وحش يعني. فده كان فطار النهارده، وهنشوف بقى باقي اليوم عامل ازاي. بصوا كده يا بنات، النهارده الغدا هيكون هعمل ورقه لحمه خضار. انا لميت كل الخضار اللي عندي، في بطاطس هجيبها تاني جوه مع دول، وكوسه وجزر وفلفل وطماطم ولحمه. هعمل ورقه لحمه، عارفينها كلنا ان احنا بنقطع الخضار كله ني في ني، واللحمه معاهم على الوش بنتبلها وبحطها على الوش، وبحطها في ورق فويل وبدخلها الفرن، تمام كده. انا مصورها لكم ليه قبل ما اعملها علشان انا معلش يا بنات التليفون فصل. ليه انا بصور لكم الاكل قبل ما اعمله؟ عشان انا هعمل الاكله دي وهنخرج ناخدوها ناكلوها على البحر انا وجوزي، فعشان كده صورتها لكم هنا قبل ما ابدا، قبل ما اعملها وانزل، عشان جوزي محبش اصور ابدا بره وانا معاه خالص خالص، ما بيحبش اصور نهائي يعني. فقلت اقول لكم الغدا هيكون عباره عن ان انا هعمل ورقه لحمه، وهعمل حله رز صغنونه كده وهناخدوها برده معانا، تمام كده. هاخد ورقه اللحمه والرز، وانا هاخد 3 معالق رز، وهاكل من ورقه اللحمه دي. فده هيكون غدا النهارده، معلش ان هو مختلف وكده عشان ان انا مش مصوره لكم الاكل بعد ما بعمله يعني، بس حبيت برضو اعرفكم ان انا هعمل الاكل ده ان شاء الله، وهاخده بره نتغدى على البحر انا وجوزي النهارده ان شاء الله. وهوريكم برضو الغدا اللي هرجع اكله، العشاء اللي هرجع اخده بعد ما يجي ان شاء الله. وعلى بال ما الاكل يجهز هلعب نص ساعه على التريدميل، همشي نص ساعه ان شاء الله على بال ما الاكل يخلص، تمام كده بنات. بصوا يا بنات، بالنسبه للعشاء انا حضرت الفاكهه دي هخليها على السفره عشان لما اجي بالليل هاكلها عشان ما الخبطش. تقدري تاخدي 3 ثمرات مختلفين او زي بعض اللي يريحك، انا اخترت دول هاكلهم ان شاء الله لما اجي. فاكهه مش كتير على فكره، كانت الربه دي صغننه جدا مش كبيره، صغيره، والموزه صغيره برضو، تمام. فحبيت بس اقول لكم، ومعلش بقى ان الفيديو النهارده سريع سريع وما صورتلكوش الاكل بعد ما خلص، بس غصب عني والله عشان نازلين نتغدى بره بيه يعني على البحر. فبس كده، هو ده يومنا، وانا لعبت نص ساعة على التريدميل، وهعمل
حبيت بس ايه اقول لكم تشربوا الميه، تشربوا الرياضه، حبوا نفسكم. الاكل مش هيخلص. يعني والله انا عايزه اقعد اقول لكم كلام كتير بالنسبه اللي انا كنت بحس بيه لما كنت مليانه وخسيت، ودلوقتي اتخنت تاني زياده برضو. فالوضع يستحق ان احنا نتعب وان احنا نحافظ على اكلنا وبس كده. واشوفكم بقى ان شاء الله بكره في تحدي جديد ان شاء الله. وما تلخبطوش تلخبطوش، تصوش الميه والحركه بركه زي ما بيقولوا. واشوفكم بقى ان شاء الله بكره باذن الله. السلام عليكم.